من يرسم مستقبل أفغانستان اليوم والشعب الأفغاني؟ هل هي هذه الدول الكبرى؟ في الحقيقة مستقبل أفغانستان سترسمه الحكومة الإسلامية الجديدة، ولكن هذه المشاورات أو هذا الاجتماع الذي يعقد في موسكو، هذا هناك سيناقش فيه موضوع الاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة، وكذلك بعض المخاوف بشأن الدول لآسيا الوسطى كأوزبكستان وتركمانستان ودول أخرى. فهذا لا يعني بأن مستقبل أفغانستان بيد هذه الدول، بل مستقبل أفغانستان سيرسمه الشعب الأفغاني مع الحكومة الإسلامية الجديدة.